يلا فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو الدواقين، زي ما متعودين مع بعض، من اكتر الفيديوهات اللي بحبها قوي. عاملة النهاردة حاجة كده عظمة بجد والله، والعظمة لله طبعا. اهم حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بقى، بصوا الجمال ده تحفة تحفة تحفة، ثلاث تحفات كده على بعض، شايفين؟ جميلة قوي قوي قوي. تقولي بقى ده طلع جاتو كيك، انا مش عارفة له حل بصراحة، يعني المقادير بسيطة جدا وطلعت، يعني انت لو عندك مناسبة هتعملي كم قطعة، يعني قطعة الجاتو طبعا مش بتبقى عريضة كده، فهتعملي كم قطعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ومقطعة عريضة قوي، يعني اللي في النص دي عريضة قوي. طبعا قطع الجاتو ما بتبقاش كبيرة كده، يعني دي كمان ممكن تتقسم كده، يبقى دي كده قطعة ودي قطعة ودي نفس النظام، دي قطعة ودي قطعة، لكن انا عاملاهم كده بالطول وسايباهم زي ما هم. ليه بقى؟ لان انا عاملاهم لبيتنا مش لحد تاني، يعني احنا كده كده اللي هناكلها. فيديو بكرة ان شاء الله، ده فيديو النهاردة فيديو الدواقين. استني بقى اوريكم كده. شايفين بقى عاملة ازاي؟ ايه رأيكم؟ شايفين الكيك كمان حلو قوي زي ما قلت لك. طبعا انت مش هتسيبيها قطعه كده كبيره، هتقسميها زي ما قلت لك. عاوز ايه؟ ايه يا نونتش تاكلي ماما؟ ايه الادب والاخلاق ده؟ خدي ماما، بجد والله حلو قوي يا بنات، اعملوها جميله لو عندك مناسبه. بصي يعني الطبقات شايفين عامله ازاي؟ بين سلمى تاكل مام؟ خدي مام دوق يا نون، ده عدو الدوقان زي ما قلت لهم. خدي مام يا لولو، مام مين ولا هياكل؟ شايفين قطع الجاتو دي بقى اللي كنت بقول لكم في فيديو النهارده هدخل اعمل، مش عارفه هعمل كيكه ولا هعمل ايه بالظبط. اهو ايد وقع عليك المعلقه. لا خديها رودين يا دودو. ايه في سهره كده زي النهارده سهره خميس، انت واولادك طبعا ما فيش حاجه اسمها سهرات اليومين دول، احنا عندنا امتحانات كلنا، فزي ما قلت لك جنب اولادك وهم بيمتحنوا شجعيهم، اعملي لهم حاجه حلوه كده مش هتاخد منك ثواني، كلها طبقات حلوه قوي وسهله قوي وشكلها شيك قوي، انا نفسي فرحانه النتيجه اللي طلعتها. انتي لما تعملي الحاجه وتطلع معاكي كويسه صدقيني بتفرحي، مع كتر الاستمرار هتعملي الحاجه حلوه وهتطلع معاكي مظبوطه. يعني انا في الاول خالص اول ما اتجوزت زي اي حد كنت اعمل الكيك مره واثنين وثلاثه وتبوظ مني، لحد ما الحمد لله بقت تنجح معايا لحد ما وصلت للنتيجه دي. شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ يعني مش هتاخد منك ثواني في عمايلها، وكل مره بتعملي الحاجه الغلطه اللي بتقعي فيها بترجعي تعدليها تاني، فما شاء الله الكيك طالع تحفه تحفه تحفه، طعمه جميل. ان شاء الله في فيديو بكره كل حاجه هقول لك عليها. النهارده كان فيديو الدواقان، او فيديو كده اللي بحس ان انا قاعده وبتكلم معاك واياد هيبوظ الدنيا. خد يا سلمى قول لهم باي، اعمل لهم بصه كده باي. زي ما قلت لكم الفيديو بتاع النهارده اللي ببقى قاعده كده ومستنيه ان اقول لكم الحاجه اللي عملتها طعمها حلو ولا لا اكلها لهم، او النتيجه طلعت كويسه ببقى كده فرحانه من اكثر الفيديوهات اللي بحبها. يا رب النهارده يكون الفيديو بسيط وسهل ويكون خفيف كده، وزي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديوهات دي بتحبوها ولا لا. هو ده اللي انت فالح فيه. بتحبوها ولا لا، واعمل لكم كده على طول ولا لا. طبعا في ناس كتيره قوي ما شاء الله دخلوا القناه جديد، اهلا بيكم في القناه بتاعتي، نورتوني، بحبكم قوي قوي قوي، ان شاء الله نبقوا عيله كبيره بيكم ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسيش اللايك علشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو جديد، مع الف سلامه. هتاكلي البرتقال؟ يلا قول لهم باي.